محدد لمجلس الوزراء لإرسال موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب بغية قراءتها والمصادقة عليها، لكن وكما يبدو فأن سيناريو إقرار موازنة العام 2012 سيكرر نفسه في موازنة العام المقبل. الموازنة التي تشير التوقعات الأولية لوزارة التخطيط بأنها ستكون ما بين 113 و130 مليار دولار، أكدت اللجنة المالية النيابية أن التأخر في إرسالها ستكون له انعكاسات سلبية على تنفيذها بالشكل الصحيح. لم تصل إلى مجلس النواب لحد الآن موازنة 2013، وكان يفترض أن تصل يوم 10 من هذا الشهر. تأخير وصولها يعني راح يأخر البت فيها ويعطل إلى حد ما، اللي أرجو أن لا تعطل هذه الموازنة، لأن تعطيل الموازنة وعدم التصديق عليها إلى نهاية العام يعني أن العام القادم لا تنفذ فيه موازنة في الفترة اللي لم يصادق عليها. لجنة الخدمات النيابية انتقدت هي الأخرى تأخير إرسال الموازنة في موعدها، واعتبر أعضاؤها أن هذا التأخير سيكون شماعة المسؤولين والوزارات لتبرير حالات التلكؤ الحاصلة في إنجاز المشاريع. عندما نأتي لنسأل المسؤولين أو الوزارات لماذا هذا التلكؤ في إنجاز المشاريع، نجد أنه الوزارات تتحجج بأن الموازنة لم تقر من قبل مجلس النواب. هو المشكلة أنه مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة في وقت مبكر حتى يمكننا أن نقوم بالعمل عليها وإقرارها بسرعة. بالتأكيد كل ما تأخرت الموازنة ستتأخر صرف الأموال ويتأخر بعد ذلك إنجاز المشاريع. كتل سياسية أخرى لم تستبعد خضوع إقرار الموازنة العامة داخل البرلمان إلى مساومات من قبل بعض الأطراف السياسية لتمرير بعض القوانين الأخرى من خلالها. الموازنة دائما هي فقرة المساومات والمجاملات وأكثر من ذلك بكثير كما تعرفون، لكن نتمنى أن لا تتكرر هذه، وإذا كانت هناك مساومات فيجب أن يكون فيها الرابح الشعب العراقي. مجلس النواب يقترب من نهاية فصله التشريعي الثاني، إلا أن المادة 57 من الدستور تحتم عليه عدم اختتام انعقاده إلا بعد المصادقة على الموازنة العامة، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد عمله، في حين يرى مراقبون أن تأخر إرسال الموازنة مع نهاية الفصل التشريعي قد يضع البرلمان في دائرة الحرج والنقاشات الضيقة التي قد تبقي الأمور تدور في حلقة مفرغة. سنان عدنان، السومرية.